حلو. ايوه ايوه. او ماي جاد مستحيل. هلا والله بالاسيار، مقطع جديد وردة فعل جديدة في لعبة فورتنايت. قبل ما امتلك لكم ضغط زر اللايك واشتركوا في القناة لكم مشتركين، وفعلوا زر الجرس او زر التنبيهات. ما راح اطول عليكم، خلونا نشوف مقطعنا. مقطعنا اليوم راح يكون من قناة فورتنايت برو، فخلونا نشوف مقطعنا. ليتس جو على طول، يلا خلنا نشوف. اوكي واضح ان الوضع زحمة. هدي هدي بوم، اعطى واحدة. بوم شيت اون شيت اون دانس دانس بيتش دانس. يا ساتر ايش في هذا؟ يا ساتر والله يصرخ صدق. Yeah, it's one guy. He's hoverboarding. Can you push him? Shoot him? I'm about to beam him. 30, 60, no shield. Item واحد. If you have impulse, bro, I trust you. حلو. أيوة. أيوة. Oh my god. مستحيل. Far up. مستحيل. والله مستحيل. What's so high ground? Like high, high up there. Just keep them focused. Suck your RPG. I'm all the way down. I'm all the way down. Okay. اوه كسره وطيره برا. طيره برا الماب، يعني حتى مو في مكان عادي، برا الماب. ولا يدري فيه درون ولا يدري فيه ذاك. هذا اوضح شيء. الوضوء خربان اليوم يا شباب، مشوها. يا حبيبي اللعب لعب محترفين يا شباب. زحمة مليون. ايوه هاي هاي شفناها من كم يوم، تو الحين يجيبونا. شفناها قبل خمسة ايام اربع ايام. اعطى يا الله. شفناها؟ لا شفناها ولا لا؟ ما اظن ما اظن. لا ما شفناها اللقطة هي، ما اتذكر شفتها. شيل. ميت 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 ميت. أقيام محترفين. جاي ياكل هذا الحين صرخ. استعدوا استعدوا للصراخ. بام بام اهرب. راح فوق يا حبيبي. والله الوضع صاير عنده صراخ بشكل مو طبيعي، صراخ بصراخ. او وش وضعه؟ اوكي شاتجن. اه العنوان اصلا بامب جديد، بامب جديد بس مو كأن البامب العادي. Pump damage but combat rage. مو كأن البمب العادي. شباب ما يشبه البمب العادي. ها طبعا في 2 اللي هو الفيرجن الثاني منه، فممكن تكون نسخة مطورة منه، نسخة مطورة اكيد اقوى.
If you do so, I promise to do 360s head spins on my head, live on stream, with my legs up in the air. I promise you that I will do whatever the hell you want. I'm praying to you. Please, thank you, man. وش تتوقعون يا شباب بالنسبة للبمب هذا؟ هذا هو. هذا هو. تحسه بمب عادي بس شوي ثقيل، فيه ثقل. واو. اوكي ووو ما في مزح ما في مزح والله بوم اوه عطى غريب ما في صراخ لأن ميت اوكي مو موجود اوه I'm getting needed. يلا استعد. I can't hear. استعد للصراخ. On me there, all on me. استعد للصراخ. I can't do anything. I knocked one. صح. صح. I need help. I need help. On me, on me, 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 quick, quick. One more. ميت. والله عدت. In China, when you play Fortnite, you obviously in China you play like a different version of Fortnite. It has different rules and whatnot. If you have a lot of kills in a game, a little message will come up and it will say, you are the best player in this lobby. Do okay. you want to leave? ما ادري حقيقية ولا لا. Same experience for winning the game. أشك. It gives you an option to leave if you have a lot of kills in China. It gives you the option to leave the game and like get a win. Like you basically get the XP for winning. يقول. That way other people have a chance at winning. يقول اللي في الصين عندهم نسخة ثانية من اللعبة نفسها فورتنايت. إذا جبت ذبحات كثيرة يطلع لك مسج على جنب اللعبة يقول لك إذا بتطلع من الجيم. يعني يفضل انك تطلع من الجيم تعطي فرصه للناس الثانيين هم يعني يلعبون وما شابه وراح يحسبون لك الفوز يعني عرفتون فما ادري هاي حقيقيه ولا لا هل فعليا النسخه الصينيه فيها الشيء هذا ولا لا بس هو يقول يعني ما ادري يقول ان هذا الشيء موجود ان اذا مثلا ذبحت عدد كبير اللعبه يطلع يقول لك يعني يفضل انك تطلع راح نحسب لك فوز وتحصل لك XP بس عط فرصه للناس الثانيه عشان يلعبون ويفوزون ما ادري عاد يقول لا ولا يا حبيبي خلاص انا يا الله اسلوب اللعب سريع يا شباب رجعوا بس قبل سنه ونص سنه شوفوا اللعب كيف وشوفوا اللعبة الحين كيف اللعبة قاعدة تتطور الناس قاعد يتطورون في اللعبة صدقوني لو في احد كان يلعب بهذا الاسلوب ذاك الوقت عادي يذبح 70 شخص يذبح في الجيم عادي يا ساتر يا ساتر يا ساتر شو كنا شفناها؟ اي اظن شفناها هذه اظن شفناها هذه بس ما اتذكر ايش صار
أوه. في شباب هذا مقطعنا بشكل كامل، اتمنى عجبكم المقطع، اتمنى كلكم تضغطون زر اللايك، تشتركون في القناه المشتركين، وتفعلون زر الجرس او زر التنبيهات. لا تنسوا كلكم تتابعون قناتي الرئيسيه، الرابط موجود تحت في الوصف او الديسكربشن، وبعد لا تنسوا تتابعوني على الانستغرام حقي تحت موجود. نشوفكم على خير، مع السلامه. اللايك امر مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة. أما